مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله كلكن تكونوا بخير وينعاد عليكن عيد اضحى مبارك. تاني يوم عيد الاضحى قررنا نروح نعمل بيكنيك بمحل ما كتير يكون بعيد عن المزتلي. هيدي البحيرة اسمها جيميلي كوليتي كوليتي كوليت جول، يعني بحيرة. جينا عيد المنطقة الحلوة وقلنا بدنا نعمل بيكنيك، وجبنا معنا مشابه من اللحمة تعيد أول يوم العيد، نحن لأنه ضحينا فاللحمة جبناها معنا، وجبنا كل غراضنا، وأخته لجوزي عملت لنا ريش، شوينا ريش وعملنا طاووق كمان لأنه ماما ما بتاكل لحمة مشوية. المنطقة كتير حلوة وبنصحكم تزوروها، وهي كمان أجرة سيس، يعني ما بتدفعوا دخولية بس بتصفوا السيارة وبتنزلوا. والمنطقة كتير برود وحلوة. هون عم نعمل سلطة، نحن هون بنعمل الأتراك بيعملوا سلطة، هي عبارة عن فليفلة مشوية بشوها مع بصل، وبيعملوا هون ما لحق تصور لكم فبس صورت لكم على الأخير. فليفلة مشوية بيقطعوها مع البصل المشوي وبيحطوا عليها صماء وحامض وأكيد ملح، كتير طيبة، جربوها إذا رحتوا بيكنيك. وأكيد أكيد بعد الأكل لازم كباية الشاي. بعد كباية الشاي بالقعدة عملنا قهوة، وكنا عاملين أرجيل كمان أنا والماما، بس أنا وماما أكيد من أرجيل، الأتراك ما عندهم هالعادات، بس العرب نحن عنا هالعادات. وهيدا فنجان القهوة مع الأرجيلة، وأكيد ما بتمنع القعدة مع شوية شبرقة مثل شوية فواكه مثل بزر وبيبسي وسفن أب وميراندا وغيره وغيره. وهون الأولاد لقوا ضفدع بالمي فكانوا مكيفين وعم جربوا يفرجوني إياها. هلا بتبين، عم جرب صور لكم اياها. كنت هون هيها، شفتوها ضفدع صغير كيفوا فيها. الضفدع بالتركي اسمه كوربا. هون حبيت افرجيكم اولادي شو عاملين بحالهم، قاعدين لاعبين بالفحم، وجهن اسود وايديهم واجريهم، يعني بس نرجع دغري بدهم نقع بالكلوركس والصابون. مين اولاده هيك؟ كل ما بيرجع من مطرح بيكون ظاهر كل نهار بيرجع اولاده بدهم نقع. صورت لكم هون شويه مناظر من البحيره، وهون منكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير، وتكبسوا سبسكرايب إذا كنتوا بعدكم ما عاملين سبسكرايب. بتمنى لكم يوم سعيد وبلكن جروشروس.